بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على تصدير من الريفت للاوتوكاد عشان نبقى ايه ماشيين خطوات منظمه بسير عمل من اول ما المشروع بيجي لنا لحد ما بنسلمه للعميل. طيب انا عايز اصدر الاوتوكاد، فهاجي هنا اقول له اكسبورت كاد، سواء بقى دي دبليو جي او دي سي اف او دي جي ان او دي دبليو اف، هتختار اللي انت عايزه. يقول لك انت عايز تصدر اللوحة دي بس ولا لوح كتيرة، فهقول له انا عايز ان سيشن. طيب عايز تصدر الشيتات، هتختار الشيتات، تقول له تشيك اول، تعلم على كل الشيتات اللي انت عايز تصدر. لو في حاجة مش عايزها تقول له لا مش عايز دي. طيب دلوقتي انا هقول له انا عايز الاكسبورت، فتبدأ تقول له انا عايز حاجة جديدة تسميها مثلا اي اكس، معرفش يعني ايه اكس جت معايا كده، وتقدر تشوف الاعدادات بتاعتها. ايه الاعدادات دي؟ كاتيجوري، يعني مثلا الاير تيرمينال اللي انت عايز لونها ايه، تمام، وعلى ان لاير، دي اللاير اسم اللاير، انت مثلا متعود في الشركه بدل اتش في اي سي بتسميها مثلا ام اي، تكتب اسم اللاير اللي انت عايز الكاتيجوري دي تبقى موجوده فيها. الالوان الكلر دي بتلاقي موجوده في الاوتوكاد، مثلا الواحد باحمر، الابيض بسبعه، باليت الالوان، تمام. ده البروجيكشن لو انت شايفها من فوق، كات لو انت قاطع فيها، تمام. طبعا الاير تيرمينال ملهاش كات، الاريا ملهاش كات. تبدا مثلا السيلينج لو انت قاطع فيها مثلا حاجه في واخد انت سيكشن فقاطع في قلب السيلينج، تبقى انت عايز الخطوط مثلا اتقل او اللون مختلف او تحطها لير مختلف زي ما انت عايز. طيب بتواجهنا مشكلة مثلا ان انا عندي الووتر مثلا في كذا حاجة، زي مثلا الكولد ووتر، الهوت ووتر، ومثلا التكييف بيبقى عندي في سبلاي في ريتيرن، فعايز افصلهم عن بعض ما يبقوش في نفس اللاير، تمام. فممكن اجي هنا، ده الجزء ده بتاع الموديل، ده الانوتيشن، دي الكتابات، الاناليتيك موديل. هبدأ اشوف هنا الاناليتيك، تمام. هلاقي عندي حاجة اسمها سيستم، سيستم تايب، تمام. فبيقول لك كولد ووتر، الكولد ووتر عايز تحطه على انهي لاير، تقدر تحطه على لاير مختلفة عن الهوت ووتر. دي الأنظمة اللي موجودة في البرنامج، فممكن مثلا الكولد ووتر تحطه على لاير غير الهوت ووتر، تدي له لون مختلف، تدي ده 50 دي ده 60. هو مبدئيا بيصدر الالوان اللي موجوده اثناء ما تشغل، فممكن تبدا تخش في قلب اللوحه نفسها وتبدا تغير اللون اللي انت عايزه بكذا طريقه، تمام. وهنا برضه تبدا تظبط، عندنا من ضمن الحاجات اللي قعدنا نظبطها موضوع الجريد، تمام. فهتلاقي هنا في اظهر ده اللي هو الجريد هيد، الراس بتاع الجريد، وهتلاقي برضه الجريد موجود. لو انت عايز تفتح كله هتقول له اكسباند اول، وتبدا تدور على الحاجه اللي انت عايزها. الجريد دوت كان موجود، او الجريد هو طالع على حاجه اسمها اس جريد، لا انا عايزه مثلا على اي ار، واللير بتاعه هبدا اشوف اديله انهي لير. هو هنا مثلا واحد يعني اللون الاحمر، اقول له اخليه 8 يبقى جري، تمام. وده الاعدادات بتاعت الاي اي اي الأساسية، أنت تعدل فيها اللي يناسب شركتك. وبعد كده ده الأيزو، تمام، ده البريتش ستاندرد مثلا. اللاين الخطوط، تبدأ تشوف مثلا الخطوط هتبقى السوليد، أنت عايزها تبقى إيه، ممكن تقول له لأ لأن عايزها في الأوتوكاد متبقاش سوليد، تبقى مثلا بالشكل دوت. الباتر تبدأ تشوف الباتر، التكست تبدأ تقول مثلا التكست دوت لأن عايز في الأوتوكاد يبقى كذا، لأن ممكن ميكونش نفس الفونت موجود أو أنت عايز تعدل. عايز تطبع اندكس ولا ترو كولر، ار جي بي فاليو، السوليد انت هتطبع بالمليمتر ولا بروجكت ولا بالمتر ولا بالانش ولا بالفيت، تمام. عايز تخفي السكوب بوكس ولا عايز تخليه، عايز هايد ريفرنس بلين، هايد ان ريفرنس فيو تاج، شوف ايه الحاجات اللي تناسبك. وهنا حاول تخليها حاجه مثلا 2007 بحيث ان ما تروحش لحد ما يكونش عنده اوتوكاد 2013 وما يقدرش يفتح اللوح ويقول لك اعملها تاني، فحاول تخليها 2007، تمام.
وبعد كده بقول له سيف ست اند كلوز او نيكست، بتبدأ تفتح لي الشاشة ديت. بيقول انت عايز تسيف بأني حاجة، فبقول له خليها 2007. عايز الاسم طويل في اسم المشروع وكذا، ولا شورت حاجة قصيرة يبقى اسم اللوحة بس. العلامة دي انا بفضل ان احنا نشيلها، لان لو انت بتعلم عليها بيخلي الشيت في لوحة اوتوكاد والفيو في لوحة اوتوكاد تانية ورابط بينهم، فاضطر تدخل تعمل بايند. فالاسهل ان انا اشيل العلامة ديت، تبقى الاتنين في نفس اللوحة، يبقى انا كده عملت بايند. وبعد كده بقول له اوكي، فهو بيبدأ يعمل اكسبورت من الريفت للكيت.